لما رجعت بعد هالفراق هذا كله والله قلت له رب الكعبة لو كثر ما حاولت الفراق قلبي ما يقوى، تبقى انت في حياتي احلى حب واحلى عشرة. خرب بيتك، انت اللي علمتني احب، علمتني اغار، علمتني اشتاق، علمتني ابتسم ابتسامة حق شاشة التليفون، علمتني اعيش شعور الاهبل بالحب هذا اللي ايش قاعد تسوي مينون عمي اي كله. تخيل ان حتى انت اللي علمتني معاناة الفراق، علمتني معاناة الوله بالفراق، وعلمتني الصبر، وعلمتني المقولة اللي دايما اقراها مكتوبة بكل مكان، بتويتر بانستغرام ببرودكاستات تندز بكل مكان، الشيء اذا تبي تتأكد اذا هو ملكك ولا لا تركه، اذا رجع لك فهو من نصيبك، واذا ما رجع لك فهو ما كان لك من الاساس. صح، قريناها وايد وسمعناها وايد، انا اللي من نصيبك وانا اللي رجعت لك.